مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير حلوة جدا سهلة وسريعة. عنا بسكويت، 50 جرام شوكولاتة دارك شوكولات، وملعقة صغيرة نسكافيه، ملعقة صغيرة سكر، 100 ملي مي فاتر، وعلبتين قشطة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. حط بسكويت بقلب الصينية، صفهم بهيدا الشكل. بحط النسكافيه والسكر فوق المي، بحركهم منيح مع بعض. هلا بحطهم على البسكويت بهيدا الشكل، بحطهم على جنب. هلا بدنا نعمل القشطة والشوكولا. بحط القشطة، كمان بحط شوكولا، بحركهم مع بعض. بس حركتهم منيح هلا بمدهم على البسكويت. هلا بدنا نشوفها مع بعض كيف طلعت. هيدا الشكل النهائي، شفتوا كيف؟ هيدا الحلو اللي عملته انا وياكم ب3 دقايق. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.